وهجوم إسرائيلي جديد على مدينة جنين ومخيمها. عملية قالت إسرائيل إن طائرات الاستطلاع والأباتشي وقوات برية شاركت في اقتحام جنين، فيما وصفت بأنها الأكبر منذ 2002. أكثر من 100 آلية عسكرية ما بين ناقلات جند وجرافات هاجمت جنين من مختلف محاورها وطوقت الشوارع المحيطة بالمخيم، فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية نحو 10 أهداف في مناطق مختلفة من جنين. طبعا جاي على السهل، تشوف موسى، تشوف عندي هي جاي، هي شايفها هين جاياتهم مع الشارع الزفتي. هاي غبرتهن ثلاثة أربعة كنهن لفن. تعشوف موسى من عندي وقترد طلع دبابات بو يا هلال دبابات أكيد بالسهل. هي فين بالسهل؟ التقارير الإسرائيلية أكدت أن قوات النخبة والكوماندوز والاحتياط تشارك في عملية جنين المخطط لها منذ عام، ومن المواقع التي استهدفها الجيش الإسرائيلي نادي مخيم جنين، فيما اشتعلت النيران في أكثر من مبنى داخل المخيم. شهود عيان قالوا إن الجيش الإسرائيلي أرسل رسائل نصية على هواتف الفلسطينيين في جنين ومخيمها تدعوهم إلى البقاء في منازلهم. أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فقال إن الجيش يركز على استهداف البنى التحتية واعتقال ناشطين من الفصائل واستهداف مقرات ومصادرات أسلحة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه بدأ باستهداف مقر قيادة وغرفة عمليات موحدة للفصائل تقع وسط هذا المخيم، وتواجد في داخلها ناشطون وأسلحة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن قرار تنفيذ العملية العسكرية في جنين إذن والتخطيط لها يجري قبل عام، وقد تم تأجيله عدة مرات. وزير الدفاع الإسرائيلي الذي يتابع العملية من مقر القيادة العسكرية قال إن الجيش جاهز لأي سيناريو في جنين. أما الفصائل الفلسطينية المشتركة فأصدرت بيانا قالت فيه إن استمرار العملية الإسرائيلية في جنين سيحدد طبيعة ردنا. بينكم الله شباب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.